هل تتفق ما ذهبت إليه أو أنا ما قلته في مقدمتي أننا نتعامل مع صبية ومراهقين سياسيين لا يفقهون العمل في ميادين السياسة؟ أنا مؤمن يعني منذ السنوات أستاذ نجم، ولا زال هذا الاعتقاد راسخ لدي والإيمان عفواً، أن هناك بعض القوى، بعض الزعامات السياسية لا تمتلك النضج السياسي الذي يؤهلها من أن تتعاطى مع ديمقراطية، مع نظام على أساس الدستور، مع شعب هو مصدر السلطات. ولذلك هنا يكمن الخلل، بأننا أمام طبقة، أغلب الطبقة السياسية لا تعلم كيف تتعاطى مع الديمقراطية.